وعن الاوضاع في غزه تتواصل جهود مصر والوسطاء للوصول لاتفاق بوقف الحرب الاسرائيليه على قطاع غزه واصدرت حركه حماس بيانا طالبت فيه بادخال تعديلات على المقترح الاخير الذي اعلنه الرئيس الامريكي جو بايدن وكان ابرزها الانسحاب الكامل للقوات الاسرائيليه من القطاع في الوقت الذي تستمر فيه جهود مصر والوسطاء من أجل توصل لاتفاق هدنة يضع حدا للحرب وينهي معاناة الفلسطينيين فإن ثمة نقاط خلافية لم تحدد بعد الشكل النهائي لتلك الصفقة حتى الآن أو تضمن وصولها لبر الأمان بالنسبة لحماس فقد رأت الحركة مطالب يجب تنفيذها في المقترح الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن وتتضمن المطالبة بثلاث مراحل متصلة ومترابطة من وقف إطلاق النار الى جانب الانسحاب الكامل للقوات الاسرائيليه من قطاع غزه، تحفظ اخر اعلنته حماس فيما يتعلق بطرح بايدن الذي يستثني 100 اسير فلسطيني من ذوي الاحكام العاليه، هذا بالاضافه الى مطالبتها باعاده اعمار غزه ورفع الحصار بما في ذلك فتح المعابر الحدوديه والسماح بحركه السكان ونقل البضائع دون قيد، من وجهه نظر حماس فان التعديلات التي طلبتها على مقترح وقف اطلاق النار ليست كبيره، اما واشنطن فرأت غير ذلك أصلا في وقت سابق إذ أكد وزير الخارجية أنتوني بلينكين أنه على الرغم من أن بعض مطالب حماس بخصوص مقترح بايدن قابلة للتنفيذ فالبعض الآخر لا يمكن تلبيته معتبرا أن حماس كان عليها القبول بالمقترح المطروح كما هو أما تل أبيب فكشفت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن طلب حماس الحصول على تعهد إسرائيلي بإنهاء الحرب في غزة هو في الواقع النقطة الشائكة الرئيسية في المحادثات. حماس بدورها لم تغفل الصمت الاسرائيلي تجاه قبول او رفض المقترح الاخير، واعتبرت الحركه انه في الوقت الذي يواصل فيه بلينكن الحديث عن موافقه اسرائيل على المقترح، فان الحركه لم تسمع اي مسؤول اسرائيلي يتحدث بهذه الموافقه، داعيه بلينكن واداره الرئيس بايدن الى الضغط على سلطه الاحتلال الاسرائيلي.